شحال كتبيع حلو ديال الطيور داك التاجر شحال كتبيع 6 دراهم 500 جنيه 6 دراهم 500 جنيه وي بزاف شنو مقيدة تما شحال كيتسمى في التاجر هي هادي حيت كاين جودة عليها عاوتاني جودة كاين جودة عليها أكثر من كيفرق ما بين البطاطا الحمراء والبيضاء كاين شحال الثمن الحمراء زايدة لا في البصل ولا في التمر شوفوا تاجر بالتقسيط في محل في السوق وفي غير ذلك ترى من عند الباشري رقم 90 واش هاد الثمن ديال 6 هو باش الشراء ولا حاجه اخرى ديك الساعه الساعه عقبه اسمع محمد غادي ناخذوا احد التجار اللي شاري مثلا الكاروت سعود حنا عارفين الاسواق شكون كيتقدم من عند شكون ونشوف واش فعلا شرا بهذا الثمن ولا ما شراش بهذا الثمن Thank you.